السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنكمل المحاضره في موضوع الاستابيليتي. احنا في المحاضرتين اللي فاتوا خدنا ازاي ان احنا بنعمل مابنج من الاس دومين للزد دومين، وبعد كده عرفنا ازاي ان احنا نقدر نعمل تشيك للاستابيليتي بتاع السيستم، وخدنا اكتر من طريقه. انت لو عارف الاماكن بتاعت البولز بتاعت السيستم تقدر تعرف هي جوه الدايره او بره الدايره او على الدايره، او من خلال البايلينير ترانسفورميشن اللي هي طريقه مشابهه لطريقه راوس اللي احنا خدناها، كانك بتروح للاس دومين وبتقدر تعمل تشيك بنفس الاسلوب اللي احنا خدناه في راوس، او طريقه جوري ان انت وانت في الزد دومين زي ما انت تقدر من خلال الوصف للجذور تقدر تحدد اذا كان السيستم ستيبل ولا ان ستيبل ولا كريتيكال ستيبل. في بعض المفاهيم متعلقه بموضوع الاستابيليتي زي الابسوليوت ستابيليتي والريلاتيف ستابيليتي. انتوا سبق لما درستوا الكورس بتاع الكونتينوس كنترول خدتوا نفس المفهومين دول. الابسوليوت ستابيليتي ديت ان انت مجرد تعرف اذا كان السيستم ستيبل ولا ان ستيبل ولا كريتيكال ستيبل، جاست بس ان انت تعرف تحكم على السيستم اذا كان ستيبل ولا لا، لكن ما تقدرش ان انت تقول الاستابيليتي بتاعته كويسه، يعني هو جود ستيبل ولا بور ستيبل لو بتقارنه من بسيستم تاني من اكثر ستابيليتي ده ولا ده. الابسولوت ما نقدرش ان احنا نعمل فيها الكلام ده. طبعا طريقه البايلينير ترانسفورميشن اللي هي راوس او طريقه جوري الاثنين يعتبروا من الطرق المستخدمه للابسولوت ستابيليتي، ان انت مجرد من خلال الوصف بتاع الجذور او في طريقه جوري الكونديشنز اللي موجوده تقدر تحدد اذا كان السيستم ستيبل ولا ان ستيبل ولا كريتيكال ستيبل. لكن ما اقدرش اقول حتى لو سيستم ستيبل هي الجذور يعني جوه الدايره بشكل قريب جدا من نقطه الاصل، لان احنا عارفين في الزد دومين ان نقطه الاصل هي تعتبر اكثر استابيلتي عن اي مكان تاني، فقمه الاستابيلتي فيها ان يبقى الجذور بتتجه ناحيه الدايره، فبالتالي ما اقدرش ان انا احكم من خلال جوري او البايلينير ترانسفورميشن على حاجه زي دي. عشان كده الريلاتيف استابيلتي هي اللي بقدر من خلالها ان انا مش بس ان انا اعرف السيستم ستيبل ولا ان ستيبل ولا كريتيكال ستيبل، لا بيبقى في عندي حاجه اسمها الريلاتيف ستابيلتي انديكيتورز. الريلاتيف ستابيلتي انديكيتورز ديت زي الفيز مارجن والجيم مارجن اللي انتوا سبق ودرستوها من خلال البوت دايجرام او البولر بلوت، ديت بتقدر من خلال القيم بتاعتهم كل ما بتزيد كل ما نقول ان الاستابيلتي اعلى للسيستم. فطبعا يعني انا مدي هنا بعض امثله زي البوت دايجرام والبولر بلوت والنيكوست، دي من ضمن الطرق اللي بتستخدم في الريلاتيف ستابيلتي. فانا بدي مثال بقول لو مثلا عندي في سيستم الفيز مارجن بتاعته 60 درجه وفي سيستم تاني الفيز مارجن بتاعته 40، فطبعا ال 60 ده يبقى اكثر ثباتا او مور ستيبل عن ال 40، فبالتالي الانديكيتورز الخاصه بالريلاتيف ستابيلتي دي بتكون يعني مؤشرات اقدر من خلالها احكم على مدى الاستقرار بالنسبة للسيستم. في بعض الناس بتقسم الطرق اللي بيدرسوا بيها الاستابيلتي لنوعين، في طرق الجبري، طرق جبرية أو رياضية، وفي طرق جرافيكال. الطرق طبعا الرياضية بيبقى موجود فيها زي البايلينير ترانسفورميشن وطريقة جوري، وفي طرق اللي هي الرسومية اللي هي الجرافيكال ميثودز زي الروت لوكاس، البوت دايجرام، البولر بلوت، النيكوست. فهنا انا هبدا اتكلم على الروكس. طبعا انتوا خدتوا قبل كده الروت لوكس على ان هو المحل الهندسي لجذور معادله الخصائص. احنا هنا بنتكلم على الديسكريت تايم سيستم، يبقى اذا المحل الهندسي لجذور معادله الخصائص اللي هي بتتحرك في الزد بلين. طبعا انتوا خدتوا بيبقى في عندك جين اللي احنا كنا بنرمزه بالرمز كي، وبياخد بوزيتيف فاليوز من زيرو لما لا نهايه، فمع تغير قيمه الجين بنقدر ان البولز تتحرك والمسار بتاعها مع التغير ده هو ده الروت لوكس. طبعا بنبقى محتاجين نعرف الرينج بتاع الاستابيلتي في خلال الفتره اللي هي من صفر لما لا نهايه عشان نعرف امتى السيستم يبقى كريتيكال وبعدها يبقى انستيبل.
هشرح من خلال المثال اللي قدامكم ده، بنستعيد الطريقة اللي احنا درسناها قبل كده في الكونتينوس تايم سيستم، فمن خلال الكلام ده هبدأ ان انا اشرحه. طبعا هي نفس التكنيك اللي انت درسته في الكونتينوس تايم سيستم، الفرق بس ان في الكيرف اللي انت هترسمه وتقول ان هو ده الروت لوكس، الاستابيلتي هتبقى بالنسبة لليونت سيركل اللي هي دايرة الوحدة. فلما الكيرف بتاع الروت لوكس يبدأ يتقاطع مع الدايرة ويخرج براها، من بداية التقاطع هو ده الكريتيكال فاليو للجين اللي عندي، واول ما يطلع براها يبقى القيم بتبقى انستيبل. فانا مدي لك في المثال اللي فات ده السيستم اللي موجود عندي بيحتوي على 2 بولز و1 زيرو. فانا اول حاجه بنحددها البولز الموجوده، فانا رمز هنا لعددهم بالرمز ان بي، هم جذرين موجودين عندي اللوكيشنز 1 و45%، وبالنسبه للزيرو هو 0 1 وموجود عند اللوكيشن سالب 76%. الخطوة الثانية بعد ما حددنا البولز والزيرو، بنوقع البولز والزيرو في الزد بلين، واحنا عارفين ان الزد بلين ده عبارة عن محورين متعامدين، واحد للريال وواحد للإماجنري. ولما بتيجي توقعهم البول بياخد رمز الاكس والزيرو بياخد رمز الدايرة. فانا هنا وقعت الاثنين بولز اهوت عند الاماكن اللي احنا قلناها، والزيرو عند السالب 76%. طبعا بالنسبه للبول والزيرو، في البول بيبقى بدايه الروت لوكس عنده الكي في وضع انيشال، تاخد القيمه صفر، والزيرو بيبقى عنده الكي فاينل. احنا عارفين دايما القاعده بتقول ان الروت لوكس بيبدا ببول عنده الكي بتساوي صفر، وبينتهي بزيرو عنده الكي بتساوي ما لا نهايه. الخطوه الثالثه ان انت بتبدا تحدد الريال بارت، واتفقنا ان الريال بارت ده هو جزء من رسمه الروت لوكس بيقع على المحور الريال، والمنطقه اللي احنا بنقول عليها ريال بارت بيبقى على يمينك العدد فردي من البول والزيرو، سواء بول بس او زيرو بس او خليط ما بين بول وزيرو. ففي المثال اللي قدامنا ده منطقة الريال بارت هي الفترة المحصورة ما بين الواحد والخمسة واربعين من مية، والفترة المحصورة من السالب واحد لحد السالب ما لا نهاية. طبعا لو وقفت في أي حتة وبصيت على يمينك هتلاقي العدد فردي، يعني مثلا في الفترة من واحد لخمسة واربعين من مية على يميني في بول واحد اللي هو قيمته عند الواحد، فكده العدد فردي. لو وقفت من بعد السالب واحد في اتجاه السالب ما لا نهاية على يميني العدد فردي ثلاثة، اتنين بول واحد زيرو عددهم ثلاثة. فبالتالي يبقى اذا الريال بارت في المثال ده هما الفترتين اللي موجودين ما بين ال 45% والواحد، دي الفتره الاولى، وما بين السالب واحد والسالب 76% والسالب ما لا نهايه. الخطوه الثالثه كان من ضمن الخطوات اللي بندرس بيها الروت لوكس عشان نرسمه الاسيمتوتس اللي هي خطوط التماس او التقارب، واحنا اتفقنا ان الخطوط دي خطوط استرشاديه او خطوط وهميه، يعني هي مش من ضمن الخطوط اللي موجوده عندنا في رسمه الروت لوكس. وعشان نرسم الخطوط دي محتاج ثلاث معلومات. المعلومه الاولى النمبر اوف اسيمتوتس، عدد خطوط التماس اللي عندي. وطبعا خطوط التماس عددهم احنا بنقول عدد البول ناقص عدد الزيرو. في المثال ده انا عندي 2 بول وعندي 0 1، فكاني بقول 2 ناقص 1 يبقى 1، يعني محتاج خط تماس 1. باسلوب ثاني انا بستثني البول اللي لقت زيرو، فاللي محتاج خط تماس هو البول اللي مش لاقي زيرو، عشان كده بنقول عدد البول ناقص عدد الزيرو. المعلومه الثانيه اللي محتاجينها في خطوط التماس السنتر اوف اسيمتوتس، اللي انا لابس لها بالرمز سي اي، اختصار سنتر اوف اسيمتوتس. طبعا بنجيبها من خلال العلاقه السمشن لاماكن البولز، يعني مجموع اماكن البولز، ناقص السمشن لاماكن الزيروز، يعني مجموع اماكن الزيرو، على عدد البول ناقص عدد الزيرو. طبعا في المثال ده اماكن البولز في بول عند الواحد وال 45% بجمعهم، ناقص اماكن الزيرو ما فيش عندي لا زيرو واحد عند السالب 76%، فكاني بقول ناقص ناقص 76% على عدد البول ناقص عدد الزيرو اللي هو واحد، يطلع الكلام ده اللي هو السنتر عند الاثنين 21% تقريبا. الخطوه الثالثه زاويه خطوط التماس، انت قلت عرفت كام خط والمركز بتاعهم فين والزاويه بتاع كل خط. هو في المثال ده خط واحد والسنتر بتاعه، يعني هبدا رسمته من عند الاثنين 21%. طب والزاويه؟
من العلاقة 2 ال زائد 1 في 180 على عدد البول ناقص عدد الزيرو، حيث ال ال بتاخد قيم 0 1 2 على حسب انت محتاج كام خط. لو انا محتاج خط واحد احطها بصفر، لو محتاج خطين احطها بصفر وبواحد، محتاج ثلاثة احطها بصفر وبواحد واثنين وهكذا. في المثال ده انا محتاج خط واحد، فعشان كده احط ال ال بقيمه واحده بس اللي هي بصفر، لو عوضت هيديني ان الزاويه ب 180. طبعا في المثال ده خطوط التماس مش هتفيدني بحاجه، ليه؟ لانه هو خط واحد وزاويته 180، وانا لو تخيلت الرسمه اللي عندي ان الجذرين اللي هم التو بولز اللي عند الواحد وال 45 من 100 هيحصل تصادم ما بينهم، وهيبدا من التصادم دمت الاثنين بنفس السيمتريه يسيبوا الريال بارت ويتجهوا في الجزء الثاني من الرسمه اللي هو ناحيه الشمال، يتلاقوا في نقطه واحد منهم يمشي في اتجاه الزيرو والتاني يمشي في اتجاه السالب ما لا نهايه. فبالتالي الخط اللي هو زاويته 180 هو معروف اللي هو الخط اللي هيبقى بينطبق مع البول اللي هيبقى ماشي في اتجاه السالب ما لا نهايه، بيكمل الجزء من الريال بارت اللي هو من عند السالب 76 من 100 لحد السالب ما لا نهايه. فبالتالي انا مسبقا عارف المعلومه دي، فبالتالي في المثال ده خطوط التماس ما فادتنيش بحاجه، بس انا عاملها على مجرد انت تتذكر القوانين اللي انت سبق ودرستها على خطوط التماس، عشان لو خدنا مثال تاني بعد كده. يبقى انا دلوقتي حددت البول والزيرو اماكنهم فين، ووقعتهم في الزد بلين، وحددت الريال بارت، وحددت حركه البول على الريال بارت اللي هو السهم اللي انا رسمه ده. طبعا كل بول في وضع الانيشال لما الكي بصفر، لما هيزود الكي بيبدا يمشي في اتجاه الريال بارت، فالبول اللي عند الواحد ده هيمشي في اتجاه السهم اللي انا عامله ده. نفس الكلام البول اللي عند ال 45% هيمشي في اتجاه الريال بارت، فيبقى في اتجاه السهم اللي انا رسمه ده. طبعا الزيرو ما ترسملوش، ليه؟ لان الزيرو ثابت، البول هي اللي بتتغير وبتروح للزيرو. يبقى انا الخطوه لحد اللحظه دي انا خلاص حددت خطوط تماس اللي ما فدنيش بحاجه. الخطوه اللي بعدها بقى محتاج ان انا احدد البريكنج بوينت اللي هي نقط التصادم. طبعا هنا الفتره اللي ما بين الواحد وال 45 من 100 اللي هو عند البول اللي مقداره واحد والبول اللي مقداره 45 من 100 هيحصل نقطه تصادم في النص ما بينهم. طبعا انتوا خدتوا قبل كده في الكونتينوس تايم لما درست روت لوكاس التصادم نوعين، في عندي حاجه اسمها بريك ان بوينت، وفي عندي حاجه اسمها بريك اواي بوينت. البريك ان بوينت اللي هي بنقول عليها نقطه تلاقي، البريك اواي بوينت اللي بنقول عليها نقطه هروب، يعني ان البول تكون ماشيه على الريال بارت ويحصل تصادم في نقطه ويسيبوا الريال بارت، دي اسمها بريك اواي، بيهربوا. بريك ان العكس، ان هم جايين لهم جزء تخيلي وداخلين يصطدموا ببعض على الريال بارت ويبداوا يكونوا الريال بارت، دي اسمها بريك ان، نقطه تلاقي. فالنقط دي عشان نحددها احنا بنعرف ان الكي اللي هو قيمه الجين بيبقى اقصى ما يمكن او اقل ما يمكن في فتره الريال بارت من خلال النوعين دول، على حسب بقى هي بريك ان ولا بريك اوي. لو هي بريك اوي نقطه هروب زي النقطه اللي محصوره بين الواحد وال 45 من 100، دي من النوع البريك اوي، ان هم موجودين وهيبداوا يتلاقوا في النقطه دي ويصطدموا ببعض، واحد منهم يمشي في اتجاه والتاني في اتجاه معاكس، فكده هم اصلا في وضع الانشا كانوا على الريال بارت وسابوه، فدي اسمها بريك اوي، فدي عندها الكي اقصى ما يمكن في الفتره اللي محصوره بين الواحد وال 45 من 100، على اعتبار ان عند الواحد وال 45 من 100 الكي بصفر، كل ما تزود الكي يبداوا يقربوا من بعض لحد اقصى قيمه الكي في الفتره المحصوره بين الواحد وال 45 من 100 هي اللي حصل عندها التصادم. لما يجوا بقى ان هم يتلاقوا في نقطه تانية، والنقطه دي هتبقى في الجزء اللي هو محصور ما بين السالب 76 من 100 لحد السالب ما لا نهايه، يعني جايين من جزء تخيلي وبيتلاقوا في النقطه دي عشان يكونوا الريال بارت ده، فبالتالي النقطه دي اسمها بريك ان، نقطه تلاقي، فدي بتكون اقل ما يمكن في الفتره بتاعه الريال بارت ده. طبعا يعني القاعده ثابته، لما تحب تجيب الماكسيمم او المينيمم من داله بفاضلها واصوب الصفر، فلما بتفضل تصاب الصفر هو بيجيب لك الماكسيمم او المينيمم. فاحنا عندنا الروت لوكاس المعادله بتاعته هي ايه؟ هي الكاركترستيك ايكويشن، هو تعريفه المحل الهندسي لجذور معادله الخصائص. فبالتالي لما اجي ان انا احب اجيب المعادله اللي عايز افاضلها وصواب الصفر هي الكاركترستيك ايكويشن. فايه بقى هو اللي بيتغير؟ اللي هو الكي. فعشان كده انا محتاج افصل الكي في طرف والزد في طرف في الكاركترستيك ايكويشن.
فاحنا عندنا الجنرال فورم، الصوره العامه للكاركترستيك ايكويشن اللي هي الواحد زائد الجي اتش اوف زد بتساوي صفر. طبعا لو وديت الواحد هناك بالسالب يبقى كاني بقول الجي اتش اوف زد بتساوي سالب واحد، ومنها لو فصلت الكي في طرف عن الزد في طرف يبقى كاني بقول الكي عباره عن السالب زد ناقص واحد مضروبه في زد ناقص 45% على زد زائد 76%. كده انا الكاركترستيك ايكويشن حولتها لصوره ان كي في طرف وزد في طرف، يعني ده شكل تاني للكاركترستيك ايكويشن. وانا بوضح لك هنا اهوت ان بقول ان على الريال بارت الكي بتكون اكبر ما يمكن او اقل ما يمكن ات بريكنج، يعني عند التصادم سواء بريك ان او بريك اوت. عشان احددها بقى عند التصادم فبفاضل واساوي بالصفر، فضلت الكي بالنسبه لزد وساويتها بالصفر، السالب زي ما هو اهو. فطبعا عشان افاضل المعادله دي بقول مربع المقام اللي هو الزد زائد 76% لكل تربيع في المقام ضربت فيه في نفسه اللي هو زد زائد 76% في تفاضل البسط، لو ضربت في البسط القوسين دول في بعض وفضلتهم هيدي لك 2 زد ناقص 1 و45% ناقص البسط اللي هم القوسين اللي موجودين في البسط اللي هو الزد ناقص 1 مضروب في الزد ناقص 45% في تفاضل المقام، لو فضلت الزد زائد 76% تفاضل الزد بواحد. لو سويت الكلام ده بالصفر يعني كأن البسط هو اللي بيساوي صفر، هيطلع لك معادله من الدرجه الثانيه لو حللتها بالقانون العام هيدي لك الجذرين بتوعها سالب 2 و22% و7 من 10. والكلام ده منطقي، انا محتاج نقطه محصوره ما بين الواحد وال 45% وهي طلعت لي في الناتج اهو ب7 من 10، ونقطه من بعد السالب 76% على شمالها وهي دي اللي هي السالب 2 و22%. يبقى اذا نقطتين التصادم اللي عندي اللي هي البريك اوي بوينت اللي هي عند 7 من 10 والبريك ان بوينت اللي هيكون عند السالب 2 و22%. طبعا لو انت عشان ما تلخبطش نفسك قول نقطه التصادم وخلاص، مش لازم بريك ان وبريك اوي، لكن تبقى انت فاهمها في المضمون لك. يبقى اذا التصادم واحده عند 7 من 10 واحده عند السالب 2 و22%. عشان احسب الكي عندهم المعادله اللي احنا مبروزينها بلون احمر دي اللي هي الكي في طرف والزد في طرف، حط مره الزد ب7 من 10، لو عوضنا بيها هتلاقي ان عند الزد بتساوي 7 من 10 الكي تقريبا ب 51 من 1000، وحط الكي بسالب 2 و22% هتلاقي ان الكي معلش حط الزد مش الكي ب 2 بسالب 2 و22% هتلاقي ان الكي ب 5.88%. يبقى كده احنا حددنا البريكنج بوينتس وعندهم الكي بتساوي كام. لما نيجي بقى نكمل رسمه الروت لوكس زي ما انتم شايفين كده، اللي باللون الازرق هي الروت لوكس الرسمه بتاعته، واللي باللون الاحمر هي اليونت سيركل اللي هي دايره الوحده عشان اعرف الاستابيليتي بالنسبه لي. فكده المعلومات بقت كامله تماما عندي، انا حددت هنا البريكنج بوينتس اهي كاتبها تحت عند 7 من 10 وفوقها كاتب الكي بكام عند ال 51 من 1000، وعلى الطرف الثاني عند السالب 2 و22% وعندها الكي ب 5.88%. طبعا يعني لما اجي ارسم بقى رسمه روت لوكاس هي في المثال ده عباره عن دايره. ليه؟ لان هم لما يجوا يحصلوا التصادم عند ال 7 من 10 واحد هيمشي في اتجاه والتاني في اتجاه معاكس، ويتلاقوا في النقطه اللي هي عند السالب 2 و22%، واحد هيروح في اتجاه الزيرو والتاني في اتجاه السالب ما لا نهايه، هتلاقي انها رسمه دايره. والرسمه دي انت لازم ترسمها اكزاكت بقى، بمعنى لازم تكون عارف النص القطر بتاعها والسنتر يعني اركز فين عشان ارسمها. طبعا يعني الدايره اللي عندي انا عارف قطرها، القطر اللي هو المسافه اللي محصوره ما بين الطول اللي هو ما بين 7 من 10 والسالب 2 و22%. يعني باسلوب كاني لو بتعامل كطول، القطر مقداره 7 من 10 زائد 2 و22%، وبالتالي يبقى نص القطر اقسم على 2 هيدي لك 1.46%. يبقى اذا لما اجي ارسم دايره يبقى نص قطرها 1.46%. طب والسنتر المركز ارسم فين؟ من عند 7 من 10 ابعد عنها ناحيه الشمال باتجاه السالب بمقدار 1.46%. فهي هنا كاني بطرح بقول 7 من 10 ناقص 1.46% يدي لك تقريبا سالب 76%. يعني من عند الزيرو تقريبا تركز وتبدا تعمل بنص قطر 1.46% دايره، هتلاقيها زي ما انتم شايفين كده تتقاطع مع اليونت سيركل في النقطتين اللي انا عاملهم لك بلون ازرق دول. طبعا طول ما الحركه بتاعت الروت لوكس جوه اليونت سيركل فبالتالي السيستم ستيبل، اول ما تبقى الحركه خارج اليونت سيركل بيبقى انستيبل. فبالتالي الكروسنج او التقاطع اللي حصل مع الدايره الحمراء اللي هي اليونت سيركل هي دي الكريتيكال جين اللي انا رمز لها بالرمز هنا كي سي ار، سي ار اختصار كريتيكال. فالكريتيكال جين ده لازم تبقى انت عارف قيمته،
علشان لما اجي اقول الرينج بتاع الاستابيلتي. فبالتالي لما اجي اقول لك ارسم لي الروت لوكس، الرسمه اللي هي باللون الازرق اللي انتم شايفينها دي، بس من ضمن المعلومات اللي انت مطالب بيها ان انت تحسب لي الكريتيكال جين ده بكام. ده عامل يا جماعه زي المساله الاخيره اللي احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت، لما جيت اديت لك اوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي جي اتش اوف زد، وقلت لك كانت ان ترمز اوف كي يعني دلاله الكي، وقلت لك هات لي الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيبل. ففي الحاله ديت كنا احنا حليناها بطريقه جوري، وقلت لك ينفع بالبايلينير، وحتى اديت لكم مثال تاني وقلت لك جربوه في البيت، لو الاوردر كانت عاليه هتلاقي العمليه معقده بجوري فتقدر تحلها بالبايلينير. هي نفس الكلام ديت اوبن لوب ترانسفير فانكشن ان ترمز اوف كي، وعايز الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيبل، فقدامك ان انت تحلها بالبايلينير ترانسفورميشن او بطريقه جوري. طبعا المثال اللي قدامكم ده السيستم سكند اوردر درجه ثانيه، فبالتالي مفيش مشكله انت تحلها بجوري، هتبقى مش معقده معايا. لكن لو واحد حلها بالبايلينير مفيش اي مشكله. فانا هنا الخطوه الاخيره ان انا احدد الكريتيكال جين اللي انا رامز له برمز كي سي ار، فانا بقول هنا ان انت ممكن تستخدم جوري او تستخدم البايلينير ترانسفورميشن. فطبعا انا بقول سواء جوري او البايلينير ترانسفورميشن محتاج الكاركترستيك ايكويشن اللي هي الصوره العامه ليها 1 زائد الجي اتش كل اوف زد تساوي صفر. فلو عوضت اطلع معادله من الدرجه الثانيه بدلاله الكي، زي ما شايفين دي المعادله اللي طلعت معايا اللي انا مبروزها لك بلون احمر. لو انا هستخدم طريقه جوري، طبعا احنا اول حاجه بنعمل ليبل او تسميه للمعادله، فانا رمزتها بالرمز اف اوف زد. وطبعا انا بقول لك هنا الان ب2 على اعتبار ان هو سيستم درجه ثانيه، فعشان احقق الاستابيلتي بطريقه جوري لازم الثلاثه كونديشنز اللي في الاول، لان السيستم سكند اوردر فمش محتاج اكون مصفوفه جوري، هكتفي باول ثلاث شروط لازم يكونوا متحققين. الشرط الاول ان الاف عند الزد بواحد تكون اكبر من الصفر، فانا شلت الزد وحطيت واحد، ادتني معادله بدلاله الكي، طبعا المعادله دي من الدرجه الاولى، فالمعادله اللي موجوده عندي لو انت جيت تعوض هتلاقي ان قيمه السوليوشن بتاعها لما قيمه الكي يكون اكبر من الصفر. طبعا هنا في كي هنا ناقصه في دي، هنزلها لكم في البي دي اف اللي هينزل مع الفيديو، هي المفروض 1.76 كي، ده معناته ان الكي اكبر من الصفر. المعادله الثانيه سالب 1 اس ان في الاف عند الزد بسالب 1 تكون اكبر من الصفر، طبعا لو جيت تعوض بيها الان هنا قيمتها ب2 يبقى كانك بتقول سالب 1 تربيع يعني موجب 1 يعني كده ملهاش لازمه، فكانك بتقول الاف اوف سالب 1 هي اللي اكبر من الصفر. شيلها وحط مكانها مكان الزد سالب 1 هتلاقي ان السوليوشن بتاعها ان الكي اقل من 12.8%. المعادله الاخيره ان المعيار بتاع الحد المطلق اللي هو كان اي 0، لو انت بصيت للمعادله هتلاقي ان الحد المطلق هنا ب 45% زائد 76% كي اقل من معيار الاي ان اللي هو معامل الزد تربيع اللي هو في المثال ده بواحد، لو حليتها هتلاقي ان الكي اقل من 7.10. فطبعا لو حليت الثلاث شروط مع بعض، واحد بيقول لك ان الكي اكبر من الصفر، واحد بيقول لك ان الكي اقل من 12.8%، واحد بيقول لك ان الكي اقل من 7.10، يبقى تقاطع الثلاث شروط مع بعض ان الكي محصور ما بين الصفر وال 7.10 تقريبا، وبالتالي يبقى الكريتيكال فاليو اللي هو عند ال 7.10، يبقى هو ده الكريتيكال جين اللي انت حسبته بطريقه جوري. في حل ثالث انت ممكن غير جوري والبايلينير ترانسفورميشن تجيب بيه الكريتيكال جين. انتوا فاكرين قبل كده في الكونتينوس تايم لما كنت تدرس الروت لوكس، ولما تحب تجيب كي عند نقطه بتقع على الكيرف بتاع الروت لوكس بتوصل خطوط لكل البول والزيرو اللي عندك في المساله، وتقول ان قيمه الكي عند النقطه دي هي عباره عن حاصل ضرب اطوال البولز على حاصل ضرب اطوال الزيرو. فطبعا يعني انت بتبقى راسم رسم تقريبي مفيش مشكله، يعني هيبقى في نسبه خطا بسيطه بنتغاضى عنها، فدي اسهل يعني ان انت ايه عشان الوقت وكده ممكن تقيسها بالمسطره زي ما انت تطلع لك اكتبها. طبعا انت لو حتى عامل سكيل هتطلع لك بنفس الطريقه فمش فرق. فهنا في المثال ده انا وصلت من عند الكريتيكال فاليو خط اللي انا عامله لكم بلون اخضر ده للبول اللي عند الواحد وللبول اللي عند ال 45% وللزيرو اللي عند السالب 76%. دي يبقى كده لما اجي اقول بقى في المثال ده انا اديت البول اللي هو الخط اللي من الكي كريتيكال لحد البول اللي عند الواحد مسميه ال 1 يعني اللينس الاولاني، والخط الثاني اللي هو من كي كريتيكال لحد البول 45% مسميه ال 2.
والخط الثالث اللي من الكي كريتيكال لحد السالب 76% بنسميه ال 3. فحسب المثال ده يبقى كاني بقول الكي كريتيكال عباره عن حاصل ضرب ال L1 في ال L2 على الزيروز اللي هو ال 3، طلع تقريبا اللي هو ب 17. طبعا يعني لو ما فيش في المساله عندك زيرو يبقى المقام لو انت بتستخدم العلاقه دي بيساوي 1. يعني بقول حاصل ضرب اطوال البولز على حاصل ضرب اطوال الزيرو وما فيش عندي زيرو في المثال، يبقى في الحاله دي تحط المقام بيساوي 1 وتقدر تشتغل بيه. يبقى انت كده رسمت الرسمه كامله لروت لوكس وجبت الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيب. يبقى الرسمه الكامله اللي عندي اللي هي الدايره اللي بلون ازرق والخط المستقيم اللي محصور ما بين الواحد وال 45% والخط المستقيم اللي من سالب 76% لحد سالب ما لا نهايه، هي دي رسمه الروت لوكس. طبعا بتوضيح الاسهم اللي عليها اللي بتوين حركه الروت لوكس وتوضيح الكريتيكال جين والرينج بتاع الاستابيليتي. هي كده الرسمه كامله للروت لوكس. ده كده يا جماعه مثال بسيط على الروت لوكس. ان شاء الله في الفيديو الجاي انزل لكم امثله تانية خاصه بيه. دي لو انت عايز تجرب مع نفسك امثله تقدر تجرب فيها ثلاث اشكال من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. طالب منك نفس المطلوب انت ترسم لوكس وتجيب الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيب. ده كده يا جماعه الموضوع بتاع النهارده، مش هطول عليكم وان شاء الله اشوفكم بخير على الفيديو الجاي، وان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله. سلام عليكم.